انتبهتوا على الكلام اللي قال الأخ سركوت؟ قال أهلي كانوا بترية تحولوا إلى بكرية. نهاية البترية. أحسنتم. البترية كما نبهنا سابقا قنطرة إلى الانحراف البكري الأعظم. إياكم تتهاونون، حافظوا على عوائلكم، حافظوا على عشائركم، حافظوا على أبنائكم، ضخوا الرفض في عروقهم حتى يتحصنون، وإلا يصير المصير لا سمح الله مثل ما قال الأخ سركوت، ومثل ما صار مع العائلة الهاشمية الملكية الأردنية الآن. أنا نقلت لكم سابقا هذول أباهم شنو كانوا؟ بترية، كانوا رافضة، كانوا في البداية مثل الأمير قتادة بن إدريس أمير مكة والحجاز اللي كان رافضي، ولكن اللي جاءوا من بعده شنو صاروا؟ بترية أولا، بعدين شنو صاروا؟ بكرية. الآن هاي شوها ملك الأردن بكري. فديروا بالكم، ديروا بالكم زين على أبنائكم، لا تستهينوا بالقيم الرافضية التي يجب أن تحصنوا بها أبنائكم من الصغر. مثل ما تربيه على الولاية لأهل البيت عليهم السلام، تربيه على البراءة من أعداء أهل البيت، وتعلمه من الصغر مثل ما كانوا يعلمونا قبل آبائنا وأجدادنا وجداتنا. من الصغر إذا عثر الطفل يلعن عمر، ليش هذه؟ ليش هالأمور الشعبية اللي كانت منتشرة؟ ليش الأهازيج والأقاويل والأمثال الشعبية اللي تتعلق بأبي بكر وعمر وعائشة ومعاوية وما أدري كل اللعناء؟ لأنه هذه من الصغر تربي الطفل، مثل ما تعلمه من الصغر يقول يا علي، تعلمه لما يسمع حي على خير العمل يقول لعن الله عمر مثلا، بالعيد تجي تقول له البس جديد ولعن عمر ويزيد مثلا، وهكذا. هذه أشياء مهمة. شيخنا حتى بالإشارة كانوا يقولون هالشكل علي، إذا أعوج عمر يقول له أنت هتشي لو هتشي. أحسنت. أنت علي لو عمر. هذه الأشياء مهمة، مهمة جدا، حتى تكون ثقافة عامة، ثقافة عامة تصير. لا تهملوا أبنائكم، لا تهملوا أهاليكم، لا تهملوا عشائركم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.